اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد، ويا رب كلكم تكونوا باحسن حال. الاول حابب اقول لكم ان بنسبه 40% ممكن تكونوا سمعتوا عن الكلام اللي لسه هشرحه ده، بس انا بالفيديو بتاعي ده حل المشكله بتواجه الناس اثناء استخدام البرنامج اللي هنقوله، وكمان اي اضافه تانية مفيش حد في صناع المحتوى العربي قالها. في درس النهارده هنتعلم ازاي نعمل فحص ملف الايزو عشان نعرف اذا كان هو جاهز للاقلاع ولا لا، عشان ما نزعلش بعد ما نحرقه على دي في دي او فلاشه وبعد كده يطلع ان هو غير جاهز للاقلاع اصلا، يعني ملفات البوت في الايزو دي ممكن تكون تلفه او ناقصه. فكده بالنسبه للاسطوانه باظت، اما بالنسبه للفلاشه فعملنا لها فورمات اول مره عشان نحرق الايزو وطلع بايظ، وبعد كده هنعوز نعمل فورمات تاني، فطبعا معروف ان كتر الفورمات ده بيقلل من عمر الفلاشه. فالبرنامج بيوفر خاصيه تانية ورائعه جدا، هي ان احنا نعمل فحص للفلاشه بعد ما حرقنا عليها ملف الايزو عشان نعرف اذا كانت جاهزه للاقلاع ولا لا، عشان لو وقف معانا اثناء التسطيب نعرف اذا كانت المشكله من الفلاشه ولا في مشكله تانية. ومش معنى ان انا بقول ملف ايزو ده معناه ان هي النسخ الويندوز بس، لا، انما لو في برنامج كمان محروق على فلاشه او الايزو نفسه نقدر نعمل لهم فحص. البرنامج اللي هنستخدمه اسمه موبايل لايف سي دي، صغير جدا، حجمه 1.5 ميجا، وبيشتغل على كل انظمه الويندوز ومش محتاج لتثبيت. وهتلاقوني حاطط لكم موقعين تقدروا تحملوا البرنامج من اي واحد منهم، هتنزلوا في الديسكربشن صندوق الوصف اسفل الفيديو على اليوتيوب، تدوس على اللينك الموجود هيوديكم المدونه عندي، وفيها هتلاقوا الروبوتين. ادي الموقع الاول اهو، هندوس على البوكس الاخضر ده هيبدا في التحميل المباشر، وادي الموقع الثاني اهو، وزي ما قلت لكم نو انستليشن يعني مش محتاج لتثبيت. هندوس على جيت موبايل لايف سي دي ناو، هيبدا ينزل معانا مباشره. ادي الشكل بتاعه بعد ما ننزله، هندوس عليه رايت كليك ورن از ادمنستريتور او تشغيل كمسؤول، ولازم نشغله كمسؤول عشان هنا بتظهر مشكله فايل باسم kqemu.sys، والمشكله دي هنفهمها اكتر في الاخر. هيفتح معانا الواجهه دي، اول اختيار ده يمكننا ان احنا نضيف البرنامج للرايت كليك في الماوس عشان نروح لملف الايزو وكليك يمين عليه ونعمل له فحص. اما الخيار الثاني رانز لايف سي دي، ده عشان نفحص ملفات الايزو، هنضغط عليها وبعدين نختار ملف الايزو اللي احنا عايزين نفحصه، وبعد كده هندوس على اوبن. هنا بيقول لنا do you want to create a hard disk image for your virtual machine، يعني هنا بيسالنا ان انت عايز تعمل صوره هارد ديسك وهميه ولا لا، فمش فارقه هندوس يس ولا نو، وانا هوريكم الاثنين بس نختار المره دي نو. هيطلع لنا بعد كده شاشه مكتوب في اخرها بريس ان كي تو بوت فروم سي دي، فهندوس على اي زرار من الكيبورد عشان يبدا ان هو يخش للايزو ده. فهو تمام، فتح معايا الايزو بتاعت الاكس بي وشغلها اهي زي ما واضح قدامنا. يبقى كده الايزو دي سليمه وما فيهاش اي حاجه. وعشان نزرع سهم الماوس هنلاقيه في كده فوق اهو، نضغط على الكنترول زائد الت من لوحه المفاتيح فهنلاقي الماوس ظهر، ونبدا ندوس على اكس عشان نلف الشاشه دي. وادي عندي فلاش انا حاططها في الجهاز مسطب عليها ويندوز 8.1، والحرف بتاع الفلاش لازم نعرفه اللي هو الجي ده او اف او اتش على حسب الحرف اللي عندكم، عشان لما نروح للبرنامج نختاره. هنرجع للبرنامج وهندوس على ران ذا لايف يو اس بي، نبدأ نختار الفلاشة بتاعتنا. أنا عندي في الجي فهختار الجي، وبعد كده هتك أوكي، يعني نفس الشاشة اللي ظهرت قبل كده، فالمرة دي هنتك على يس. وبعد كده نبدأ نختار المكان اللي عايزين نحفظ فيه الفايل ده ونضغط على سيف، وبعد كده نقدر نمسح الفايل ده بعد ما نخلص عادي. هنلاقي ظهرت معانا الشاشة دي، وبعد كده بدأ يعمل بوت لل 8.1، وهنلاقي شعار الويندوز ظهر اهو، معناها كده إنه عمل البوت بنجاح والأيزو دي سليمة ومفيهاش حاجة. وبرضه عشان نخرج من الشاشة دي هنتك على كنترول زائد الت هيظهر الماوس، نبدأ ندوس على اكس. طب احنا كده عرفنا ازاي نعرف امتى الايزو دي سليمه، طب لو الايزو مش سليمه هنعرف منين؟ اهو تعالوا كده نجرب الايزو دي كده بنفس الطريقه اللي شرحناها في اول الفيديو. هنلاقي ان هو طلع لي الشاشه دي، بس راح كاتب لي قدام سي دي بوت، كتب لي كودنت فاين بوت ام جي ار، ده معناه ان كده الايزو دي مش جاهزه ان انا اقلع منها عشان اسطب الويندوز اللي عليها، يعني بدل ما احرقها على فلاش او سي دي واضيع وقت وفي الاخر الاقي انها مش شغاله اصلا. وافكر ان العيب في عمليه الحرق اللي انا عملتها، وهو العيب اصلا في ملف الايزو ان ملفات البوت فيه ناقصه. تعالوا بقى نشوف المشكله اللي قلت لكم عليها بتظهر في بدايه الفيديو دي، وليه بتشغله رن از ادمنستريتور. انا هشغله المره دي عادي من غير صلاحيات الادمن، وبعد كده اختار نسخه الايزو بتاعتي عادي زي ما شرحنا اللي انا عامل عليها التيست بتاعي، وبعدين هتك هنا نو. هيطلع لي على طول اهو المسج دي اللي فيها الايرور kqeamu.sys، فهبدا ان انا اقعد ادوس على تراي على تراي مفيش. فاول ما ادوس كانسل هيديني المسج دي يقول لي عايز تكمل السيت اب من غير تعمل كوبي للفايل ده، فانا هقول له يس. هلاقيه برده اداني نفس المسج، ادوس كانسل ادوس نو، بعد كده يروح مطلع لي انستليشن فيلد، فكده العمليه فشلت عشان ما شغلتهاش رن از ادمنستريتور. وعشان تريحوا نفسكم وتشيل الموضوع ده من دماغكم وبعد كده تشغلوا البرنامج عادي على طول بس يشتغل عادي من غير الايرور ده، فهنبداوا تتكلوا على البرنامج كليك يمين وبعدين بروبرتس او خصائص، وبعدين هنروح للتاب فوق بتاعت كومباتيبلتي، وبعدين هننزل على الاوبشن اللي تحت ده مكتوب فيه ران ذيس بروجرام از ادمنستريتور. لما نعلم عليه ده معناها ان البرنامج ده هنشغله على طول بصلاحيه الادمن لما اتك عليه انتر على طول، وبعد كده ندوس ابلاي وبعد كده اوكي. وبكده درس النهارده خلص، يا رب يكون افدتكم، ولو حد كان عنده مشكله في الحته دي تكون اتحلت. ولو عندكم اي استفسار ما تترددوش في كتابته في كومنت اسفل الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه فيا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك للفيديو عشان تشجعوني ان انا استمر معاكم، واشوفكم على خير في درس قادم باذن الله.